اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة هل تسمع تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. أهلا بكم متابعي قناة هل تسمع الأعزاء. كثيرة هي النفحات التي نتعرض لها في شهر رمضان، وكثيرة هي التجليات التي يتركها الصوم في نفوسنا، ربما لا نشعر نحن بها بينما يشعر بها وبقيمتها غيرنا. فالصوم يعلم الجود والكرم والإيثار والتضحية والفداء والاستغناء عن الدنيا والناس والقناعة بما قسم الله تعالى. إنها قناعة يعجب لها ملوك الدنيا رغم ما حازوه من مال وجاه وسلطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. في عام 2010 أعلنت لورين بوث، الصحفية وناشطة حقوق الإنسان البريطانية والأخت غير الشقيقة لزوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أعلنت إسلامها، وكان السبب هو صيام شهر رمضان. وعن قصة إسلامها تروي لورين بوث أثناء إجرائها مقابلة صحفية مع ربة عائلة فلسطينية، تقول لورين: كانت هذه العائلة مكونة من 10 أشخاص وتعيش في غرفة واحدة، طرقت بابهم تفتح الأم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كانت مليئة بالنور، كانت تشع بالنور، كانت عيناها مشرقتان حتى جلدها بدا براقا. فتحت الباب كأنها تستقبلني في قصر تاج، كأنما هي في أكثر الأماكن جمالا في العالم. وعندما دخلت بيتها ماذا وجدت؟ لا شيء، غرفة فارغة فقط، الجدران، الأرض والسقف، وسجادة عليها إفطار 10 أشخاص. وماذا كان الإفطار؟ صحن بلاستيكي به حمص، وآخر به خبز، وآخر به سلطة خضروات. جلست معهم، رفضت الطعام، فوالله بذلت أقصى جهدي لأرفض. كلما حاولت أن لا أكل كانت هي تعطيني المزيد، قالت: أنت ضيفتنا، وأعطتني الكثير ولم تقبل رفضي. أكلت وشعرت بالغضب، نعم غضبت من الإسلام، وغضبت من كتاب القرآن الذي يطلب من الناس أن يجوعوا لمدة 30 يوما. غضبت، لماذا يطلب القرآن من هذه المرأة المعدومة ألا تشرب الماء وكلما لديها ماء قذر؟ سألتها: لماذا تصومين في رمضان؟ لماذا؟ وما الحكمة؟ أتدرون ما قالت؟ قالت: أصوم في رمضان لأشعر بالفقراء. هذه المرأة لا تملك شيئا في هذه الدنيا، لا شيء، وربما لا تملك شيئا في حياتها، تروض قلبها ليتواضع وتستشعر بمن هم دونها. ما هذا؟ هذه المرأة التي لم تعرف سوى المحن تريد أن تشكر الله بأن تجعل معدتها خاوية، تشكره على الجوع. وفي تلك اللحظة فكرت: إن كان هذا هو الإسلام فأنا أريد أن أسلم. استمر هذا الموقف في قلبها، لكنها لم تقبل على الإسلام. وفي يوم من أيام رمضان عام 2010 دخلت مسجدا في لندن مع صديقتها للإطلاع على أجواء المسلمين في هذا الشهر. تقول: دخلت المسجد في رمضان كان ممتلئا، جلست أراقب أنا جالسة، أحسست أني جالسة تحت شلال من الطمأنينة. خفت من هذا الشعور الجميل الذي يعني شيئا واحدا فقط، الإسلام هو الحقيقة. وبعد أسبوع كنت في لندن في مسجد آخر، أجلسوني هناك، تحدثوا معي وشرحوا لي الفاتحة بأنها مفتاح الصلاة وبدايتها، وشرحوا لي معانيها. سأقول كلمات كبيرة جدا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. توقعت أن الرعد سيدوي بعد هذا القول، كلمات لها ثقل حقيقي. رجعت للبيت، قلت لابنتي: والدتكما تريد أن تكون مسلمة، ما رأيكما؟ فردتا بأن لديهما 3 أسئلة: إن أصبحت مسلمة ستظلين أمنا؟ قلت: نعم، وسأكون أفضل من قبل.
قالت حين تصبحين مسلمة هل ستستمرين في شرب الخمر؟ قلت لن أشرب الخمر مرة ثانية أبدا. ثم قالت عندما تصبحين مسلمة هل ستظلين ترتدين ملابس تكشف جسدك؟ قلت لماذا تسألوني هذا السؤال؟ فأجابت ابنتي هولي لأنك دائما ترتدين ملابس تظهر رقبتك وصدرك ونحن نكره فيك ذلك ونريدك ألا تفعليه. فقلت عندما أصير مسلمة سألبس ملابس محتشمة خارج المنزل. فقالوا نحن نحب الإسلام وهذا ما حدث. الحمد لله بناتي أصبحن مسلمات ويصلين معي. وتعد لورين بوث من الناشطات في مجال التواصل الاجتماعي ولها صلات بالعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية حول العالم ومنها الاتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميون ضد الحرب وغيرها من المنظمات والجمعيات التي تطالب بحقوق الإنسان. هذا بالطبع بجانب اهتمامها بالقضية الفلسطينية وهي تشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والحفلات عبر الدول الإسلامية المختلفة إضافة إلى كونها كاتبة في عدة صحف ولها مقالات وأعمدة فيها كمجلة ساندي والتايمز والديلي ميل كما لها موقع خاص على شبكة الإنترنت. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناتها لتسمع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.